السلام عليكم البنات. اليوم غنصاوب كرواسه بالطون، كتجي زوينه وفنه، كتجي خفيفه وكتجي صراحه زوينه، واخا بالطون كيجي فيها واحد المذاق فن وزوين صراحه. غير جربوها غادي تعجبكم وما غاديش تندموا عليها. كتجي خفيفه من الداخل العجينه ديالها وكتجي فنه. غنبداو على بركه الله. غندوزو المقادير. غنديرو نص كيلو ديال الفورص، كنديرو معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، نص معلقه ديال الملحه، كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. كناخدو كاس كنديرو فيه نص كاس ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت، الزبده مذوبه، كنخلطوهم مع بعضياتهم صافي. كنبداو نخويو وكنجمعو، كنبداو نخويو بشويه بشويه، كنبداو نجمعو، كندبسبسوها مزيان ما بين الخميره والملحه والزيت والزبده صافي. كنبداو نزيدو في الماء، الماء عادي ديال الروبيني، كنزيدو نبداو نخويو بشويه بشويه وكنجمعو في العجينه. انا تقريبا جاني كاس ونص على حسب النوعيه ديال الدقيق، تقدر تجيك كاس لارو حتى لجوج كيسان صافي. كنبداو نجمعو فيها بشويه بشويه، ماشي داك النوع اللي كندلكوها مزيان بحال كنطيبو في المسمن، كندلكوها غير شي شويه صافي وكنجمعوها بما تجانسوا المقادير مع بعضياتهم صافي، وكنخليوها ترتاح لمده 5 دقائق. في هذه الوقيته كناخذوا مقله كنديروا فيها ربعات المطيشه حتى الخمسه محكوكين، كنديروا الثومه والقزبر والمعدنوس مخلطين معلقه، وكنديروا العطريه، كنديروا التحميره، سكين جبير، الخرقوم، البزار، القزبر مطحون وشويه الملحه صافي. وكنديروا الزيت، كنردوها فوق البوطه، كنقصوا عليها، كنخليوها تطيب حتى كتعقد لاصوص. اللي عنده لاصوص موجوده يعني اللي كتباع في الزنقه واجده يديرها حتى هي كتجي زوينه صافي. كتخليوها كتعقد، كنرجعوا نطفيو عليها خليوها تبرد. كنرجعوا العجينه اللي ارتاحت لمده 5 دقائق، عاوتاني كناخذوها كندو نديرها بشويه، غير شي شويه ماشي بزاف صافي، وكنخليوها ترتاح عاوتاني لمده 5 دقائق. صافي مي كترتاح صافي كتكون وجدات. كناخدوها كنرشو الدقيق من التحت صافي، وكنبداو نسرحو بها بالمدلك بشويه بشويه، كنسرحو ما كنديروها ما هي رقيقه ما هي غليظه، الحجم ديالها يعني بين وبين باش ما تجيناش غليظه بزاف صافي. وكنسرحوها كنحاولو نبسطوها ونديروها تقاده وحده بحال شكل مربع، يعني نقادوها من الجناب وكلشي صافي. كنبداو نخويو لاصوص ديال الطوماط، كنسرحوها هي الاولى من التحت، كنحاولو نديعوها كلها على العجينه. كنديرو الطون، اللي بغى يدير الطون يديرو، اللي بغى يدير الكفته اللي عجبك بغيتي ديريه كديريه، كيبقى لك الاختيار ديالك. كيدير كيدير البيض محكوك، اللي عجبك يعجبكم اللي متوفر عندكم في الدار ديروه صافي. كنديرو لاصوص طوماط، كنديرو الطون، كنديرو الفلفله، كنقطعوها طريفات، الفلفله كنكون شاويها انا قبل ومنقياها وكنقطعها طريفات. كنديرو الزيتون كحل، اللي بغى يدير الزيتون الاخر يديرو الخضر. كنديرو الفرماج صافي. وكنشدوها كنتنيوها من هي التنيه الاولى، كنعاودو نتنيوها التنيه الثانيه صافي. كنقطعوها بالموس ولا بالموس ولا هذيك ديال البيتزا، كنقطعوها وكنعاونو نعاودو ناخذو الجهه الاخرى، كنتنيوها التنيه الاولى ونعاودو نتنيوها التنيه الثانيه.
صافي، وكنبداو نقطعوا فيها القياس اللي بغينا، يا كبير يا صغير اللي عجبكم على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما. صافي كنبداو نقطعوا فيها مربعات صغار حسب بحال شكل الكرواسه صافي، وكنحطوها في اللاطه. كنكونوا ديجا اللاطه دهنينها بالزيت من قبل ومسخنين الفران. صافي كناخدو بيضه يا كامله يا صفر ديال البيضه، اما ديروا فيه، انا درت فيه شويه الملحه كي اللي كيدير فيه الحليب، ولا شويه الخل. صافي وكندهنوها من الفوق بالبيض، كنرشوها بشويه ديال الجنزلان اللي متوفر عندكم، رشوها به من الفوق. صافي وكندخلوها الفران، كنديروا اللاطه الفوق والعافيه لتحت. كنقصوا البوطه على نار متوسطه صافي، وكنخليوها من التحت حتى كطيب لينا من التحت، كنعاودو نهبطوها تحمر، يعني طيب لينا من الفوق كتحمر مزيان بين وبين، يعني ماشي بزاف صافي، وكنخرجوها. يعني وجدات بالصحة والراحة، جربوها قولي كي جاتكم. صراحة كتجي زوينة وكتجي فنة، والمذاق ديالها كيجي فن، وخا بالطون كتجي فيها واحد لوغو زوين صراحة. بالصحة والراحة، جربوها وردوا عليا.